للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف اللواء واصف عريقات، الخبير العسكري الفلسطيني من رام الله. سيادة اللواء، بعد التحية، صف لنا الأوضاع الآن في غزة. مساء الخير. يعني ما زال الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر الحرب، يقصف، يدمر، يستخدم الطائرات عن بعد، يستخدم المدفعية عن بعد، يحاصر المدنيين، يقتل كل مناحي الحياة، يستهدف المستشفيات، وكل هذا من أجل أن يتجنب المواجهة مع المقاومين الفلسطينيين في الميدان. هناك حتى الآن عدد كبير من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، لذلك هو يخوض معركة انتقام ومعركة ثأر من المدنيين. يركز على المدنيين لأنه يعتقد بأن الضغط على المدنيين هو ضغط على المقاومة الفلسطينية، ويمكن أن يؤدي إلى تهجيرهم ونزوحهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى هو يهدف إليها. ولكن أنا بتقديري المقاومة الفلسطينية حتى الآن تمسك زمام السيطرة والقيادة، وتمسك زمام المبادرة، وتستدرج الجنود الإسرائيليين إلى مناطق تكمن لهم فيها وتوقع فيها خسائر كبيرة. والدليل على ذلك أن إسرائيل نفسها تتحدث عن ارتفاع عدد الخسائر في صفوف الدبابات والآليات وفي صفوف الجيش الإسرائيلي. صحيح أنها لا تعلن عن الأرقام الحقيقية، ولكن هي توحي بأن الأرقام في تزايد مستمر، وهذا ما يقصر عمر الاحتلال ويربكه ويمنع من تحقيق أهدافه. ما زال الجيش الإسرائيلي في حالة الحركة وفي حالة عدم الثبات والسيطرة على الأرض، وهذا يعتبر فشلا وهزيمة عسكريا، مما دفعه بالأمس إلى الذهاب إلى مستشفى الشفاء واقتحامه، وهو اليوم يقتحمه مرة ثانية. نعم. ويحاول أن يلتفت. صحيح. سيادة اللواء، يعني في رأيك كيف سيكون الوضع بعد قرار مجلس الأمن؟ يعني إسرائيل لا تكترث بقرارات مجلس الأمن، ومجرد صدور قرار مجلس الأمن هي رفضته وقالت. يبدو أنه انقطع الاتصال من المصدر. كان معنا عبر الهاتف اللواء واصف عريقات، الخبير العسكري الفلسطيني من رام الله.